Name but two. But while diversity and historical weight are a huge blessing, they are no surrogate for what the region has to achieve in the present. They come with a significant price tag. How do you reform thousands of years of legal accumulation and make it compatible with the modern requirements of rule of law? And how do you reform that accumulation? في بعض دول المنطقة كان حتى عهد قريب التلفزيون الوطني يتحدث عن الرسميات. بعض البلدان طبعا لها تقليد في مجال التعددية الحزبية أكثر من دول أخرى، لكن في العديد من دول المنطقة مسألة المعارضة مثلا لم تكن معروفة، عامة الشعب لم تكن تعرف مواقف المعارضة بصرف النظر عما إذا كانت تلك المعارضة حقيقية أم غير حقيقية. إنما بدخول هذه المحطات كالجزيرة والعربية ومحطات أخرى التي تبنت معايير دولية في نقل الخبر، بدخول هذه المحطات إلى سوق الإعلام طبعا انفتح هذا السوق وأصبحت المعلومة تدور في حيز أكبر مما كانت تدور عليه. الخطاب الرسمي بالإضافة إلى الخطاب الرسمي أصبح هناك خطاب آخر غير رسمي. طبعا المشكلة هنا هو أنه اختلاف التعريف، اختلاف تعريف حرية التعبير يخلق بعض المشاكل في بعض الدول في بعض الحالات أو في كثير من الحالات، وبالتالي يجب الاتفاق على بعض المعايير. ما هي حرية التعبير بالنسبة للصحافة؟ وما هي حرية التعبير بالنسبة للمسؤول؟ حتى يتم تجاوز بعض التصادمات التي تحصل. التصادمات بين الصحافة والأجهزة الدولة موجودة في كل مكان وزمان، لكن كيف يمكن التقليل من تلك التصادمات بحيث أن حرية الصحافة والعمل الصحفي يصبح كركيزة من ركائز دولة القانون؟ يا سيدي، هناك وسائل إعلام كبيرة، وهذه الوسائل معقدة في آلياتها بالنسبة لتغطية الخبر. هناك هياكل، هذه الهياكل طبعا تخلق من نوع من المؤسساتية لكنها تحد من المبادرة. بالنسبة لوسائل الإعلام الجديدة، قوة هذه الوسائل الإعلام الجديدة كاليوتيوب كتويتر كفيسبوك إلى غيرها، هو أن هذه الوسائل بسرعة يمكن للمواطن العادي، للشاب العادي في أي مكان من الأرض أن يوصل المعلومة إلى الخارج. أحسن نموذج على ذلك هو القلاقل التي حصلت في إيران بعد الانتخابات. طبعا وسائل الإعلام الكبيرة مورست عليها ضغوط حتى لا تخرج الخبر، أو على الأقل هكذا رأى العديد من الناس خارج إيران، لكن الشباب في إيران وفي العديد من الدول الأخرى لجأوا إلى وسائل الإعلام الجديدة، تويتر، فيسبوك إلى غير ذلك، لنقل الخبر دون المرور بهياكل المؤسساتية التي نعرفها نحن في شبكات التلفزيون وشبكات الصحافة. شكرا دكتور. هل